جاء مهرجان المهرجان للفكاهة للشباب والضحك في نسخته الأولى بشراكة مع مجلس مالية مقاطعة السبيوت ومجلس مالية ومقاطعة السوق السوداء. وتزامن هذا المهرجان للشباب والضحك في إطار بمناسبة عيد الحاج المجيد، وكان ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله النسخه الثانيه، وين يكون ان شاء الله بحضه جديده وفي اطار السبونسور ان شاء الله يدعمونا ماديا ومعنويا، لان هذه النسخه الاولى كان جاء معنويا، وان شاء الله باذن الله تعالى. لهذا كنشكر الشباب اللي داروا هذا الانيماسيون، وكانت كنشكر مقاطعه السيدي بشخصيها سي مصطفى الناصري رئيس اللجنه الثقافيه، كنشكر سي مصطفى القواسم ممثل مقاطعه عماله انفا، كنشكر كذلك السي نورتي القربال عن مقاطعة الصخور السوداء، وكنشكر فعاليات الجمعة اللي حضروا معنا والحضور الكريم والشباب، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الدورة الثانية في النسخة الدورة الثانية العام السنة القادمة سيكون إن شاء الله مهرجان الثاني في حلة جديدة، ولما لا سيكون في بلان بوبليك لصحة الأمم المتحدة بدعم من مجلس المدينة ومقاطعة السوداء. Celebrate Jesus, celebrate Jesus, celebrate Jesus.